بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الشارح رحمه الله تعالى: قصد المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويترك المعاصي ويترك الشرك، ويرجو رحمة الله فيلزم التوحيد والعبادة والطاعة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه سلف الأمة والأئمة رضي الله عنهم. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل عليهم الصلاة والسلام، بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون، أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحاً وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرًا. فعلى المسلم أن يلزم التوحيد والطاعة، ويبتعد عن الشرك والمعاصي، ويخشى الله جل جلاله. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. إذا وسع الله عليك النعم فاعلم أن هذا اختبار وابتلاء، لا تعصي الله، اشكر الله وافعل الطاعات. قال الحسن رحمه الله: من وسع الله عليه، يعني بالنعم، فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. فإذا وسع الله عليك اشكر الله واتق الله واعمل صالحا ولا تعصي الله ولا تطغى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال قتادة رحمه الله: بغت القوم أمر الله، يعني جاءهم بغتة، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوم قط إلا عند سلوتهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. إذا أنعم الله عليك اشكر الله ولا تعصي. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا كنت عاصي والله ينعم عليك فهذا استدراج لكي تزداد جرماً، ولكي يشتد عذابك والعياذ بالله.
فاتق الله يا عبد الله ولا تعص الله وأحسن كما أحسن الله إليك. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، يعني ليزداد طغيانا ليشتد عذابه، أعوذ بالله من عذاب الله. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. قال المعلق: صحيح، أي حديث صحيح. فعلى المسلم إذا أنعم الله عليه أن يشكر الله ولا يعصه. وقال إسماعيل بن رافع رحمه الله: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. هذا من الأمن من مكر الله، أن تصر على الذنب وتتمنى المغفرة وأنت عاصي ولا تتوب، هذا من الأمن من مكر الله. وعلينا دائماً أن نتوب إلى الله ونستغفر الله ونبتعد عن الذنوب. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقال إسماعيل بن رافع رحمه الله: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، يصر على الذنب ويتمنى المغفرة، هذا من الأمن من مكر الله. فالواجب التوبة والرجوع إلى الله والاستغفار والأعمال الصالحة. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فانتبه يا عبد الله، لا تشغلك الدنيا ولا تصر على المعصية، بل توب إلى الله وارجع إلى الله واحذر المعاصي. وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير رحمه الله بمعناه. قال: وقول الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلاهما ذنب عظيم، وتقدم ما فيه لمنافاته لكمال التوحيد. فلا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله، تب إلى الله، أرجع إلى الله، فالله عز وجل يقبل التوبة ويغفر الذنب سبحانه وتعالى. لا تصر على المعصية ولا تستمر على المعصية، بل تب إلى الله وأقبل إلى طاعة الله عز وجل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيهاً على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفاً راجياً يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا المؤمن استمر على عبادة الله وطاعة الله ويحذر المعاصي. اللهم وفقنا لذلك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يؤمن ويهاجر ويجاهد يرجو رحمة الله، فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان. أما إذا كنت ترجو وأنت عاصي ولا تطع الله يخدعك الشيطان، فعليك أن تتوب إلى الله وترجع إلى الله وتحسن العمل. فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد
في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة، يعني بالإيمان والطاعة، خوفًا من الله تعالى وهربًا من عقابه وطمعًا في المغفرة ورجاء لثوابه. والمعنى أن الله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة عليهم السلام بابنه إسحاق، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ لأن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له منها، والله على كل شيء قدير. فقالت الملائكة عليهم السلام: بشرناك بالحق الذي لا ريب فيه، فإن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين. فقال عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب. قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال بعضهم: إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون، كقوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما المؤمن يتوب إلى الله ويقبل إلى الطاعة ويرجو رحمة الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، كبائر الذنوب، فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. من أعظم الكبائر الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. واليأس من روح الله، القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. لا تقنط من رحمة الله، بل تب إلى الله وارجع إلى الله واعمل صالحا. والأمن من مكر الله، لا تأمن عذاب الله، تب إلى الله واحذر المعاصي. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم رحمهم الله من طريق شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجاله ثقات إلا شبيب ابن بشر، فقال ابن معين رحمه الله: ثقة، ولينه أبو حاتم. وقال ابن كثير رحمه الله: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفاً، أي من قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال المعلق: وقد حسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله. فاحذر الشرك، واحذر القنوط من رحمة الله، واحذر الأمن من مكر الله، تب إلى الله وأقبل إلى الله بالعبادة والطاعة. وقوله تعالى: وقوله الشرك بالله، من الكبائر، من أعظم الكبائر الشرك بالله، دعاء غير الله، أو الذبح لغير الله، أو الخوف من غير الله. فهذا الشرك أعظم الجنوب، أعظم الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: الشرك بالله هضم، أي تنقيص للربوبية، وتنقص للإلهية، وسوء ظن برب العالمين. المشرك أساء الظن بالله، ظن أن غير الله أرحم من الله، نعوذ بالله. ولقد صدق ونصح رحمه الله، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له شركاء. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. ترك الشرك ولزوم التوحيد وعبادة الله عز وجل. قوله: واليأس من روح الله. من الكبائر اليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، وهو الغني الحميد جل جلاله. فعلينا جميعا أن نتوب إلى الله ونترك الذنوب ونقبل إلى الله بالطاعة والعبادة. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قوله: والأمن من مكر الله، أي من الكبائر أن تأمن من عذاب الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها. فلا تأمن من مكر الله، اخشى عذاب الله وتوب إلى الله، واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث. الكبائر كثيرة، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث: الشرك، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، من أعظم الكبائر. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وضابطها ما قاله المحققون من العلماء رحمه الله رحمهم الله: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب، يعني هذا كله من الكبائر، كل ذنب توعد الله فاعله بالنار وهو كبير، وكل ذنب لعن الله فاعله وهو كبير، وكل ذنب غضب الله على مرتكبه وهو كبير، وكل ذنب توعد الله عليه بالعذاب وهو كبير. زاد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أو نفي الإيمان. إذا نفى الإيمان عن شخص فهو من الكبائر. قلت: ومن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. أو قال: ليس منا من فعل كذا وكذا فهو من الكبائر. فعلينا أن نحذر جميع المعاصي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي، أي الكبائر، إلى 700 أقرب منه إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذا استغفرت الله غفر الله لك، إذا تركت الذنوب وتبت إلى الله. وأما الصغيرة إذا داومت عليها ولم تتركها تصير كبيرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق رحمه الله، ورواه ابن جرير رحمه الله بإسناد بأسانيد الصحاح عن ابن مسعود رضي الله عنه. قوله: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا بالإجماع. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات رحمه الله: هو أشد اليأس. القنوط شدة اليأس، فلا تقنط من رحمة الله، بل تب إلى الله وأقبل إلى الله. وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله، يعني ويعمل صالحا ويترك الذنوب. وكان السلف رضي الله عنهم يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، في حال الصحة يكون خوفك أشد.
وفي المرض الرجاء. في حالة المرض يكون الرجاء في رحمة الله أقوى، فتوب إلى الله وأكثر طاعة الله وارجو رحمة الله. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني رحمه الله وغيره. قال: ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. ولا بد أن يخاف ويرجو، يخاف عذاب الله ويحذر الشرك والمعاصي ويؤدي الواجبات ويرجو رحمة الله فيعمل بالطاعات. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، اللهم اجعلنا منهم. وقال تعالى: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم القيامة. فعلينا أن نتوب إلى الله ونعمل صالحا. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يؤدون ما أوجب الله عليهم ويخافون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قدم الحذر على الرجاء في هذه الآية، يحذر الآخرة، يخاف الآخرة فيترك الشرك والمعاصي ويتقرب إلى الله بالطاعات ويرجو رحمة الله بالإيمان والعمل الصالح. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الشارح رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعاً من كتابه. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء أي نور، رواه أحمد ومسلم رحمهم الله، وللبخاري ومسلم رحمهم الله مرفوعاً: ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر. والصبر 3 أقسام: صبر على الطاعة، أن تجاهد نفسك وتلزم طاعة الله، وصبر عن المعاصي، تمنع نفسك عن المعاصي خوفاً من الله، وصبر على أقدار الله، إذا أصابك مرض أو مصيبة تصبر وتحتسب الأجر من الله. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. لما صبروا أكرمهم الله في الدنيا والآخرة، رواه البخاري رحمه الله. قال تعليقاً أي لم يذكر شيخه، قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. فعلينا أن نصبر على الطاعة ونجاهد أنفسنا، وعلينا أن نصبر عن المعاصي ونجتنبها، وعلينا أن نصبر على أقدار الله ونرضى بقضاء الله عز وجل، فإن ذلك يكفر الله به الذنوب. واشتقاقه يعني الصبر مأخوذ من صبر إذا حبس ومنع، يعني حبس النفس عن المعاصي. والصبر حبس النفس عن الجزع، لا تجزع، لا تضرب خدك، لا تشق ثوبك، اصبر. وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، والجوارح حبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما، ذكره ابن القيم رحمه الله.
فإذا أصبت بمصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله والله يفعل ما يشاء بحكمته سبحانه وتعالى. والصبر، واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، يعني تحافظ على امتثال الأمر، وصبر عما نهى عنه، تمنع نفسك عن كل ما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره من المصائب. قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهد قلوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته وحكمته، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن ملك لله وإليه نرجع، فلا يسعنا إلا الصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلاة الله رحمته وثناؤه. قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم اهدِ قلوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، والله بكل شيء عليم. تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فإذا فعل ذلك يهدي الله قلبه. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي رحمه الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم وغيرهم رضي الله عنهم، وهو علقمة من كبار التابعين رحمهم الله وأجلائهم، أي أفاضلهم وعلمائهم وثقاتهم رحمهم الله، مات بعد الستين من الهجرة رحمه الله. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال: كنا عند علقمة رحمه الله فقرئ عليه هذه الآية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا سياق ابن جرير رحمه الله، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فالصبر من الإيمان،
قال سعيد بن جبير رحمه الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، وأنها من ثواب الصابرين.